لعيبه عندها مهاره عندها قوه اصرار والخبرات، ويمكن فرقت بعد توفيق ربنا طبعا. لازم تثقوا فيه يعني كجمهور وكاعلام. خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، تشجعش فريق بعينه. برحب بحضراتكم بعد الفاصل، ورحب بالناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. منورني يا فندم. انت منور الدنيا. الحمد لله على السلامه. اخبارك ايه؟ الله يسلمك. هل يستطيع في البدايه حتى وان كان عضو مجلس اداره نادي كبير انه يقول احنا كده نفكر ما نوديش لاعبتنا منتخب مصر؟ هذا كلام انا مصدوم على فكره. انت مصدوم؟ اه طبعا. من ساعتها؟ اه طبعا، كلام منتهى الخطوره. عشان لعيب او اتنين ما لعبوش؟ لا لا لا، كلام منتهى الخطوره. اول مره اشوفه، واشوفه من مين يعني؟ كان من مسؤول. اه ما مسؤول. اه وعاوز اعرف هل هو بيخرج على القناه بصفته مسؤول ولا بصفته مدرب حراس مرمى سابق؟ يعني ايه؟ هل ده بيخليه تفرق في ايه؟ لا تفرق. اسم الزمالك موجود، سواء عضو مجلس اداره الزمالك. يعني ايه كمدرب حراس مرمى سابق؟ عشت فتره من اجمل فترات المنتخب، وعارف اللي بيحصل فيها الاختيارات. ده احد كان يستطيع يفرض على المدير الفني كابتن حسن الشحاته راي؟ طبعا. ها انت تخلينا نرجع لورا ون 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 ما هي لازم ترجعك يعني لورا. الامر في خطورته انه كلام اعتقد جانبه التوفيق فيه، ما كنتش اتمنى ان هو يقع في هذه التصريحات العنتريه وداخلها اهل وزمالك. اولا ليس من حقك ان تتحدث عن لعيبه الاهلي. ده ابا الكابتن احمد سليمان، وانا حزين جدا على انه دايما يقحم الاهلي في المسائل. يعني ما لقيش شوبير والشناوي قال لك هات لي اكرم وعمر كمان، هات لي مش عارف. يا كابتن كلامك حوالين انك انت هتعرض او تعرض او تناقش او تطرح على اداره النادي ان هي تاخد قرار بابعاد او تاخد شرط اساسي على المدير الفني المنتخب الوطني انه لاعب فلان ملف، ده كلام في منتهى الخطوره. ده يندرج عليه انه هو قبل كده عمل تصريح لم يحاسب عليه برضه في نفس المنصه في نفس المكان، زاعي الصيت، قال انه اللي هينتقدنا وينتقد الزمالك هنتم ايقافه ومنعه نهائيا، وعندنا القدره وعندنا العلاقات وعندنا كلام برضه كلام انا عاوزك استاذ محمد، عاوز كل الساده المشاهدين يقولوا لي لو صدر هذا الكلام من عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. يعني لو صدر تصريح من عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال انا هاخد قرار ان انا هندرس ان احنا نمنع، يعني ازاي جاتك الجراه؟ وانت رجل مسؤول ورجل دولة، يعني كنت في 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 موقع المسؤولية، كان لابد ان اولا هو مطالب بالاعتذار الرسمي عن الكلام ده. لمين؟ لكل قطاع كرة القدم في مصر، للمنتخب الوطني والقائمين عليه والاتحاد الكورة. الكلام اللي انت قلته ده كلام غريب جدا، وعلى مجلس إدارة نادي الزمالك انه يكون عنده موقف او رد. مسألة اشتراك لاعب او عدم اشتراك لاعب هذه ليس مسؤوليتك ولا مسؤولية اي احد. وبعدين لما تيجي تكلمني على عدم اشراك عواد او محاوله التقليل من مصطفى شوبير، عندك مشكله مع ابو مصطفى شوبير حلها بره الهوا. لا يجوز المعارك، عندك حاجه قديمه، عندك حاجه بينك وبين بعض بعيد عن الولاد. يعني مصطفى شوبير حارس مستقبل وبيقدم مستوى، لو مصطفى شوبير مستوى على فكره ما يستحقش الناس هتقول انه عن مصطفى شوبير، لكن ولد ماشي عمل موسم يكفي في ظروف صعبه، جه عمل بطوله افريقيا مع النادي الاهلي، توفيق ربنا كان حليفه ودعم الناس كان كبير جدا. هل احد يستطيع ان يقلل من محمد عواد؟ لا يستطيع. محمد عواد جاء من بعيد رغم كل الحمله الظالمه اللي تعرض لها، كل حملات التشويه اللي صدرت من نادي الزمالك ومن منتسبيه ومن لعيبه القدام انه مش عايزينه ويمشي وبتاع، ولكن سبحان الله ربنا سبحان الله اداها له في ماتش السوبر الافريقي. اختفى محمد صبحي فظهر عواد، فكانت البطوله في حضوره ان ربنا وفقه في ركلات الترجيح. تالق في المره وتالق كمان، كان له دور في مباراه السوبر المصري وكان قريب، وفي خلال مباراه السوبر نفسها البطوله المجمعه الرباعيه خد افضل حارس مرمى. لكن حسابات المدير الفني المنتخب لنا ولا انت ولا المحاولات البعض اللي بيحاول يزجها انه كابتن حسام حسن عاوز يجاب الكابتن شوبير، الكلام ده ما اعتقدش. يعني ايه المجامله مش واضحه، لكن انا ليه احنا انا كنت اتمنى انه احنا صعدنا منتخب مصر وصعد والناس عندها احساس وامل ان احنا ممكن المنتخب بتاعنا يرجع شخصيته تدريجيا اللي اختفت في الفتره اللي فاتت. كنت اتمنى مثلا ابص اقيم
شايفين حسام حسن ازاي فنيا؟ ايه الوجوه الجديده اللي جربها وداها؟ شايفين فلان، شايفين كذا، شايفين، لكن مساله ان انا اقعد افصص اصل هو شوبير ما بيلعبش. طيب انا بطالب الكابتن احمد سليمان انه يجري اتصال تليفوني بالكابتن نادر السيد واساله لما الكابتن الجوهري جابك حارس مرمى منتخب مصر كنت بتلعب في الزمالك؟ شوف رد كابتن نادر السيد يقول له ايه؟ ما كانش بيلعب في الزمالك. انا اتكلمت مع كابتن، ما انا بقول لك اهو، لم يكن حارس مرمى نادي الزمالك، ها؟ ولكن ايه؟ اخذ فرصته وتالق يعني مع الحارس الاول لمنتخب مصر. ما انا بقول لك الحارس الاول لمنتخب مصر. كابتن محمد، انا يعني عاوز اقول لك انا حزين للحاله اللي احنا وصلنا. انا حزين انه اصبحت البرامج كلها مش عاوز اقول كلها، اغلبها تحول الى الدخول في المقارنات. انا لا احب المقارنه، وليس من دوري. المشكله ان انت قلبتها مقارنات اهلي وزمالك، وليس من دوري، وبالتالي انت قلبتها على السوشيال ميديا. ما انا بقول لك على السوشيال ميديا، يعني انت حولت الملعب للسوشيال ميديا. هيطلع بقى العباقره والفلاسفه وده يجيب لك مش عارف مين واعمل لك ايه. أيوه. وانا متضايق من شوبير فاخلص في مصطفى، وانا متضايق من الليسي فادور له على يعني احنا ليه مصرين ان احنا ننزل تحت؟ يعني ليه مصرين على الشخصنه؟ ليه مصرين ازاله التعصب مساحته؟ ليه ما بتبصش حواليك وتشوف؟ انت رجعت وفزت بالكونفدراليه، وبعد كده خدت، ربنا وفقك وخدت السوبر الافريقي. السوبر الافريقي، الف مبروك. خلاص، ايه في الاجواء والنقاشات الغير مجديه الغير مفيده على الاطلاق؟ انا عاوز نفسي اقول ايه، امسك ورقه وقلم واقعد اقيم واقول لك ايه اللي بيتقدم، ما هو الهدف؟ هل هو الهدف ان نطلع قدام، ولا الهدف ان احنا في ظل مكاننا ونقعد نعيش في طيب ماشي. كابتن محمد عواد لعب 11 مباراه في الكونفدراليه، عمل اعتقد دخل فيه 5 اهداف وعمل 4 كلين شيت، صح؟ مصطفى شوبير لعب 9 مباريات في دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى والافضل ورقم واحد زي بطوله دوري ابطال اوروبا الاقوى والافضل تشامبيونز ليج. ما انا بقول لك اهو، عمل 9. لما اجي انا اقارن، طيب كابتن محمد عواد انضم لتجمع المنتخب امتى؟ ده المره الثانيه، قبل كده ما كانش يعني، قبل كده وبعد كده، قبل كده ما كانش. طيب لما كان مع فيتوريا خد محمد عواد كان دايما الحارس الاول الشناوي، وبعديه كان يبقى ابو جبل، وكان ممكن احمد الشناوي كان يبقى رقم 3 كمان بعد ابو جبل. مظبوط، ماشي. فانا عاوز اقول لك ايه، ليس من الهدف وليس من الصالح حسام حسن انه يفضل اشراك مصطفى شوبير ليس تقليلا من محمد عواد، وهيجي اكيد هيجي محمد عواد في يوم هيبقى حارس رقم مصر رقم واحد، اكيد هيجي في يوم هيبقى بطل، اكيد هيجي في يوم ولا يستطيع احد انه يقلل منه على المستوى الشخصي وعلى المستوى ما انا بقول لحضرتك. ثانيا، عندك مصطفى شوبير ربنا يوفقه واتحط في صوره وتم ترشيحه، طيب مين اللي رشحه؟ يعني هتكلم من الجماعه اللي في الكاف لو سمحت، يا جماعه بس كده هتحطوا لنا يعني لا لا انا عاوز اقول لك ايه، ما لا ما انت هتجد حكايات وقصص تروى وتحكي. عارف انت بتتكلم على لفظ المجاملات، ماشي. انا عارف ان انت بتتكلم على لفظ المجاملات، يعني انت لما تقول يا كابتن احمد سلمان اقصد دي مجامله لي، مين اللي هيجامله؟ يعني عاوزين تقول لنا نطالب احنا الكاف بقى ندخله معانا بقى هيخش معانا على الخط ونقول له النبي يا ريت تقول لنا جاملته على اي اساس؟ ايه هي المصلحه ان انا هجامله؟ يعني هاخد منه ايه لما اجامله؟ يعني ليه احنا وصلين احنا نعملها واحد واثنين؟ طب علاقه اللعيبه مع بعض هتوصل لمرحله ايه؟ طب انت شايف ان احنا يعني عندنا المستوى يا استاذ محمود؟ انت قبل المباراه فوجئنا السوشيال ميديا، الحق ده عواد والمهدي سليمان ما سخنوش مع مصطفى. ده لو حصل هذا الكلام في حضور الجهاز الفني ده جريمه. اوكي، ده الناس انا فوجئت في وقتها لقيت زميلنا محمد مراد على طول راح باعت لي فيديو لما لقى السوشيال ميديا بدات ترغي في قصه مش موجوده، فيديو التلاته بيسخنوا مع بعض ليه؟ لمصلحه مين احنا بنولع؟ انا بقول لك يعني انا دلوقتي انا بقول بعمل ايه دلوقتي؟ اقترار ليه؟ اقترار لحاله واستمرار لحاله من الاحتقان ليه؟ اسالك سؤال ليه؟ الفت نظرك لحاجه. فضل. انا ما انا عاوز افهم. اتفضل. طاهر محمد طاهر طلع في بدايه الموسم اهو الفيديو اهو نزلوه على طول على الشاشه. ما انا شفت الفيديو، بقول لك في ساعتها لقيت مراد انا شفت بعت لي قال لي اهو. على فكره اللي عمله مراد كان هو صح وبحييه عليه في وقت انا بحييه. انا كسرت على السوشيال ميديا صور ورسمات الدنيا اتقالت قال لك بص شوبير بيسخن لوحده. انا بقول لك ده تبقى كسر لو حصل الكلام ده، يعني لو حصل الكلام ده حتى في الحاله دي يوجه اللوم، لو الكلام ده مش يوجه اللوم ده الناس دي تمشي من المنتخب كده انت بترجع لورا. يعني عايز اقول لك على حاجه، لما ظهر مثلا طاهر في مباراتين ثلاثه مع النادي الاهلي وعمل شكل وبتاع واس فجاه ادخله البعض دون مبرر في مقارنه مع زيزو، دي برضه ملهاش لازمه. ما انا عاوز افهم،
رغم انه زيزو مصاب عمل لا رغم انه زيزو عمل له يعني قال له كتب له ما شاء الله انا بكلم يعني جاب طاهر وهو فرحان بالجول اللي جابه في كاب فيردي وراح كاتب له ما شاء الله. انا اسالك ليه الاصرار؟ هل صدر من احد من جانب مسؤولين في النادي الاهلي ولا مدربين ولا بتاع اتكلم عمرو مقارن؟ هل احد صدر قال لك الكلام ده؟ ليه محاولات التشويه والاحباط؟ يعني لما يخرج ها مذيع كبير واصلا مش بتاع رياضه ويتريق على طاهر احنا ما شفناهوش غير لما كان عامل سطلانه والكلام ده، هل هو يقبلها على نفسه؟ يعني انت لما تقبل انك انت تهين اخر او تقلل منه ضع نفسك في الميزان، هل انت تقبلها على نفسك؟ ان انا مثلا اقول لك انك انت واحد واثنين وثلاثه واربعه، هل انت بكلامك ده مش بتفتح الباب ان يتم ان ينال كمان جماهير النادي الاهلي ومنتسبي النادي الاهلي من زيزو وبتاع والكلام ده؟ رغم انه زيزو من اللعيبه اللي على خلق، من اللعيبه المحترمين جدا، من اللعيبه المجتهدين اللي بقول لحضرتك عليها بتاع زيزو اللي نزلها لطاهر. انا بقول لك يعني ماذا تريدون؟ يعني انا مش عارف ايه المطلوب والله. عاوزين ايه من المشهد؟ عايزين منتخبنا والكره بتاعتنا تروح بعيد، ولا عاوزين نظل نعمل عمليه اغراق واستغراق في الاحمر الفشل. والابيض في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد؟ طب ليه تجاهلت المهدي سليمان وحارس قليل؟ لا يعني بينتمي النادي عنده شعبيه كبيره حتى سكندري. طبعا انا بكلمك هو شخصيه محترمه ماشي. جدا ماشي. هل لما كنت مدرب حراس المرمى كنت تسمح لاي احد يتدخل في اختياراتك؟ كنت تسمح لاي حد انه يتكلم ولا يقول لك واحد اثنين وثلاثه؟ يا قمه التناقض. انا حزين تصريح للي عمله كابتن احمد سلمان، راجل انا يعني اعرفه انه راجل محترم وتربطني بيه علاقه جيده، كنت اتمنى ان هو ينأى بنفسه وهو يمثل مجلس اداره نادي الزمالك، ومجلس اداره الزمالك مجلس كبير احد قطبي الكوره، عنده تاريخ المفروض الحفاظ على العلاقه ما بين الاطراف واحترام اللعيبه واحترام التنافس، وان اترك للجهاز الفني الانتقاد يكون انتقاد بالورقه والقلم. يعني لما انتقد انتقد انتقاد بناء، عندي انا شايف عواد كان الافضل لانه على مدرب ده عواد جه من بعيد، وعواد كان بره الحسابات وفجاه اختفى محمد صبحي دون التعليق على اسباب اختفائه في المباراه اللي حصلت. ثانيا عواد تعرض عواد لحمله من داخل نادي الزمالك وقال ما ينفعش والكلام ده، ولكن الولد صبر وصمد وقدر يرجع مكانه. كابتن احمد يعني انأى بنفسك عن هذه الاجواء لانها ليست في صالح لا الاهلي ولا الزمالك ولا الكره المصريه. تيجي بقى ندخلك في موضوع مهم قوي بيهم النادي الاهلي. شريف مضى في الاهلي؟ محمد شريف؟ طب هو لو شريف مضى في الاهلي والاهلي مش شايل من البدايه، ما هو الاهلي مش هيقدر يعلن دلوقتي. لا ما اعتقدش. ما تعتقدش؟ طب قرب من الاهلي؟ لا ولا قرب؟ ولا قرب من الاهلي. اوف. الاهلي عنده حاجه تانية بيدور عليها غير شريف. غير شريف عاوز يعمل نقله مختلفه، فين الله اعلم هيجيبها من فين. الله بيدور عليها في حته. شغال جهد كبير. لا جهد كبير جدا، محاولات، لانك انت انقاذ المونديال الانديه بعلى الاقل بثلاث صفقات، منهم صفقتين جناح لعيب كوره مهاري جدا بدل تاو اللي يجري بالكوره. لا بدل مهاري. تاو ما بدل تاو بدل تاو. ثانيا راس حربه قوي. انت شايف اللي بيحصل النهارده، شايف اللي بيحصل النهارده مع وسام. النهارده وسام العين عليه، بدا يبقى في خبطات كتير، في اصابات. لا الامر صعب. الاهلي محتاج مهاجم. لا والاحتراف ومش الاحتراف والعقود ومش العقود والكلام ده كله. لا سيبك من الكلام. الاهلي محتاج مهاجم بدرجه فلافيو. مهاجم شرس، محتاج مهاجم قوي بدرجه مونديال الانديه الشرس اللي جاي بفلوس كتير. طبعا اللي زي فلافيو ده بفلوس كتير. ما انا بكلمك ده، شوف فلافيو ده بالصدفه، ده فلافيو ده ممكن واحد يكتب فيه كتاب في قصته. يعني لما جه لما اترفض في الاول وكان هداف الدوري، كان هداف الدوري الانجولي 35 هدف في 2001. ايوه جه بداله ايفيلينو. بقى ايفيلينو كده. ايفيلينو طلع عنده سل، وكانت حاجه غريبه جدا رغم انه كان لعيب مرعب في الماتش. ايوه ويعني ماتش بيترو اتلتيكو والاهلي، مع ايفيلينو خدنا جيلبرتو. شوف جيلبرتو جه كده مع البيعه، لكن ايه سبحان الله جيلبرتو بقى نجم. كسر الدنيا 8 سنين. كسر الدنيا 8 سنين. ما انا بقول لحضرتك. فانا عاوز اقول لك ايه، انه الاهلي مع كامل احترامي لشريف طبعا، لكن لا. اعتقد انه الاهلي حساباته مختلفه، التركيز وفي قفله على الحدوته دي، وعلى كمان تدعيم كمان في خط الدفاع. هيبقى في تدعيم بلاعب محلي. بلاعب محلي؟ ما هو ده اللي بيرفضه كولر. لا هيلعب لانه مش هيبقى عندك فرصه. انت دلوقتي عندك الاهلي عنده حاله قلق وتوتر من موضوع اشرف داري. على فكره
في حاله خوف. ده الاستاذ محمود صبري هو اللي عنده قلق مش الاهلي. ما انا بكلمك لا ده انت اللي عندك القلق. ملامح وشك هي اللي فيها القلق على اشرف داري. على فكره اشرف داري رغم ان انا من الناس كنت اتمنى من فتره كبيره جدا ينضم طبعاً. لانه مدافع كبير. مدافع كبير جدا بس سبحان الله ما تعرفش يعني الحاجات دي كلها بتاعت ربنا والتوفيق عدم التوفيق. دي عين ولا ايه؟ مش عارف انا يعني طبعا العين والحاجات دي موجوده لكن حاجه غريبه جدا. ده ما نمشي الكوره في الاهلي لسه لكن اصابته حتى في الاحماء اعتقد مع منتخب المغرب. ايوه ده حصل ان شاء الله ما تكونش الاصابه مزمنه. بس يقال ان هو يعني الاهلي هيشتغل معاه بنفس الاسلوب اللي عمله مع تاو اول ما جه كولر. قال لك ده بره حساباتي خالص لما يخف براحته خالص يرجع. لو تفتكر هو تاو مع موسيماني كان كلها اصابات. الذي نجح في عاده تاو كولر. هو كولر. كولر, كولر عمل كذا حاجه. بص محمد. كولر عمل تاو وعمل رامي ربيعة كهربا. وعمل كهربا وعمل اخيرا طاهر طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر اربع لعيبه اندل فيدل ان هو شاطر في الحته دي بيعرف يرجع اللعيبه. هو محتاج ان هو يشتغل اكتر. انا كذا انا اكتر من لاعب في الفريق محتاجين يطوروا نفسهم بجد. ولازم اللعيبه تحس ان ما طورتش نفسيه وساعدت نفسيه المدرب الفني مش هيساعده. فاعتقد انه عوده اشرف داني ان شاء الله يعني في خلال شهر بالكتير هيفرق. هيدي دعم كبير جدا للفريق خاصه في دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى بطوله مسابقه الدوري. لازم هيبقى في تدعيم برضه بمدافع في الفتره اللي جايه. عندك برضه هو اسامه ابو علي مصاب ولا عمل مشكله مع منتخب فلسطين؟ لا هو الاقرب انه هو لا مصاب. مش مصاب. لا مصاب يعني فعلا مصاب ومصاب بدليل ان هو اعلن رسميا النهارده ان هو هيغيب حتى على مباراه اسد. ما انا لا ده انا عايز اقول لحضرتك هل فعلا هو مش هيبقى موجود في ماتش الاهلي والاتحاد؟ لا مش موجود. مش موجود ولا مباراه اسد. لا اصلا ولا مباراه استاد ابيجان اسد. مباراه استاد ابيجان كمان مش موجود فيها المباراتين دول اللي هي 29. طيب هتقول لي انت في الفتره دي ان مطالب انا اعمل ايه؟ دي كهرباء لما يبقى عندك ماشي غير كهرباء امتى تدي فرصه يا مستر الكوره للاعيبه اللي تحت؟ اللعيبه اللي ايه؟ اللعيبه اللي تحت يعني زي سمير في الدوري حتى زي سمير زي محمد في ماتشات افريقيا؟ لا مش افريقيا انا بتكلم على الماتش على المحلي ماتش الاتحاد المحلي على الماتشات المحلي يعني يبقى عندك فرصه وعندك مهاجم في الشباب 16 17 سنه والناس كلها بتتكلم عليه على الاقل اخده في المباراه اخده لو الماتش الوضع بس ياخده في ياخده معاه ياخده معاه يعني لازم لعيبه لازم انت محتاج ايه بقى نوع عندك لا انت محتاج ايه؟ محتاج نوع من الجراء شويه. محتاجين نفسنا نشوف لعيب 16 17 سنه مهاجم. محتاج انا احب المدرب على فكره يعني الصنايعي. الصنايعي ولا الجريء؟ ما هو الصنايعي ده جريء يعني بيصنع ويلمع ويشتغل ويدي يعني ايه الجريء زي حسام حسن؟ ها؟ الجريء زي حسام حسن؟ حسام بدا طريقه الصح من بعد ما اطمن على ال ما هي جرأة طبعا انا بكلمك طبعا لا ما انا بكلمك جرأة بدا طريقه الصح انه بعد ما طبع انه نزل بمتوسط الاعمار طبعا وده ذكاء كبير جدا انك انت تمشي في الخطوه دي للي جاي. وذكاء اكبر انك انت برضو وانت ماشي كده لو لمحت حاجه كويسه اهلا وسهلا في الشباب ولا في بتاع تفيدك خدها معاك. احنا مش اقل من اللي احنا شايفينه. احنا عاوز اقول لك عندنا مشكله محتاجه تتعالج تاخد سنين. احنا بنكسب بشق الانفس. انا بكلمك اهو محتاجه ايه؟ تاخد سنين. ما بحبش كلام انا بتاع مشروع والكلام اللي لا انا احب على الارض الواقع. احنا عندنا ازمه مدربين. مدربين فين يا جماعه؟ مدربين في قطاع الناشئين. ما عندناش مش مؤهلين. مش مؤهل. لا ده غير مؤهلين. كل واحد فاكر نفسه انه انا عاوز اي مدرب اعتزل يعمل لي بس وحده تدريبيه ويجي كده يوريني يعمل زي وحده تدريبيه ويشتغل ويشوف نفسه وبتاع وكلام. مش عايز قليل قوي من المدربين اللي عاوز يجتهد ويطور ويصرف على نفسه وبتاع. عشان كده من منبرك هنا طرحنا قبل كده وقلنا ان المفروض اتحاد الكوره وزاره الشباب والرياضه بالاتفاق على الاقل اختار من ثلاثه لازم يطلعوا يعملوا معايشات كل فتره 10 مدربين ويتم اختيارهم بعيد عن الوان والله. ويا ريت يا ريت ما يكونش القاهره بس لانه مصر مش القاهره بس. لا طبعا مصر الصعيد والدلتا وبتاع في ناس برضه شباب زي الورد عنديهم الرغبه وعنديهم الطموح. اشوف اجيب ناس عندها ضمير تختار ناس لمصلحه البلد. اطلع ناس بره اعلمها تطور يا اما اجيب لهم ناس على اكفاء على مستوى يعملوا يجيبوهم هنا يعيشوا معاهم سنه محاضراتهم. ولذلك انا بنصح حاجه بس عارف انصح حاجه واحده؟ ايه انت تعرف احد مشاكلي الاساسيه مع منو الجزيره كانت الموضوع ده.
انت كنت إن في مشاكل ايه؟ انا بكلم، انا طلبت مانويل جوزيه، طلبت اداره النادي الاهلي وقتها، وكتبت تقرير مهم جدا انه ليه النادي الاهلي ما يستفدش من وجود عبقري زي مانويل جوزيه، انه يخرج من تحته مجموعه من المدربين لمستقبل النادي. انا ولكن بعض المغردين تم ترجمه الامر للراجل بصوره مغايره غير الحقيقه اللي احنا ترولناها. فلما يبقى عندي مدرب بقيمه، مثلا نادي الزمالك عنده جوميز، ليه ما يستفدش نادي الزمالك منه؟ الاهلي عنده كولر، ليه ما يستفدش كولر؟ على فكره ده لو مره واحده في الشهر، لو مره واحده انت اخترت واحد واثنين يشوفوه بيعمل ايه، بيتعلم ازاي، بيتحرك ازاي، بيفكر ازاي، بيقعد ازاي، على فكره انت مطالب باعداد كوادرك يا استاذ. منو قعد 8 سنين؟ ها؟ قعد 8 سنين ما استفدناش منه حاجه. ما انا بقول لك ادينا 8 سنين. ما انا بقول لك الفائده هنا ايه؟ انك انت يبقى يجي الوقت اللي عندك يبقى المدرب ابن النادي او المدرب الوطني هو رقم واحد. انت لما تيجي تبص دلوقتي، احنا دلوقتي بنقعد نبص على الكوره المغربيه ونمصمص لشفايفنا، شوف عدد المدربين الوطنيين المغربي المنتشرين. لا وخلاص بقى كله مغاربه. ما انا بقول لك اهو مين المدرب المنتخب الوطني الركراكي اهو بعد فتره من الخبرات، مين المدرب عندك الجزيره الاماراتي مين المدرب مش عارف كان منتخب، مين مدرب يعني عايز اقول لك ايه، هو مشروع لاعبين ومدربين. انا بكلمك اهو الاثنين، لا شغل على ارض الواقع على الكفاءه، وعلى شغل بعيد عن المجامله. لو تفتكر في الاولمبياد كان طارق السكتاوي هو المدير الفني المنتخب المغرب في الاولمبياد. عاوز وعلى ذكر الاولمبياد ليه الناس ما قالتش الحقيقه؟ حقيقه الحقيقه في ايه؟ الايه؟ ان المنتخب اللي احنا لعبناه في تصفيات امم افريقيا تحت 23 واللي احنا خسرناها في ظروف معروفه يعني بسبب الجمهور والضغط والحدوته اللي حصلت، رغم ان احنا كنا عاملين مباراه كبيره جدا، ليه ما حدش قال ان المنتخب اللي راح لعب في الاولمبياد غير المنتخب اللي احنا واجهناه؟ لم يبقي للتحفوز الاقدع. احيي هذا الرجل كلمه السر وسر نجاح، وهو امانه امين خزينه الدوله وسر نجاح اللعبه في البلد دي، ان هناك رجل يقف ورا كل ناجح. عمل ايه؟ المغرب النجوم يعني عاوز اقول لك الجهاز الفني وفوز الاقدع عملوا لفه في اوروبا، جابوا كل العناصر اللي انت شايفها دي. ابرزها لم يبقي ابراهيم دياز. لا انا بكلمك ايوه ابراهيم دياز. لم يبقي المنتخب الجهاز الفني المنتخب من الفريق اللي صعد في 23 سوى خمس لعيب، لكن باقي العناصر المحترفين من اوروبا، المحترفين كلهم من اوروبا بخبرات مختلفه مع تدعيم سفيان رحيمي، عندك اشرف حكيمي. ماشي ممكن يكون ابراهيم دياز، اعتقد ابراهيم دياز يعني عاوز اقول لك، لكن العناصر انت ايه؟ العناصر دي المفروض انت يبقى عندك عين وعندك ناس بتتابع وعندك ناس تتوقع بتدور. المهندس هاني بوليد يعمل ده؟ اذا ما عملش كده يبقى هو خلاص، اذا هو ما عملش وجاي عنده مشروعه، ما انا ما بحبش كلمه مشروع، اذا ما كانش عنده منظم ورقه خطته اللي جاي بيها، خطه على الاقل اقول لك خطه الاربع سنين، والله لو نجح في حاجه واحده هرفع له القبعه واقول له انت 100 100. انت متخيل انا والله لو بكلم كابتن اسلام الشاطر دلوقتي بقول له لا قدر الله احنا لو ما وصلناش امم افريقيا انت هتقعد سنه وشهر ما عندكش اي سنه او حوالي اربع شهور كمان ما عندكش اي منافسات. تخيل انت مدرب يقعد بياخد 90,000 دولار بالجهاز بالدنيا كلها وما يبقاش عنده منافسات، تيجي ازاي؟ بقى ده بقى ملفات بقى هنا بريد اشوف هيعمل فيها ايه. يعني الحسابات بقى اعتقد هو هيبقى عنده لجنه فنيه هيختار ناس تشتغل، لازم هيبقى عنده في الحسابات دي اكيد رأي، ما اكيد هاني لازم في الدوره دي يحط بصمه خلاص. تتوقع ده الحاجه ده بص دي الخطوه الاخيره لهاني بوريدا. هاني بوريدا شخصيه مهمه، شخصيه كبيره، شخصيه ادت للي عاوز بيحبه وما بيحبوش، ادى للبلد كتير جدا في مواقف الكوره وفي افريقيا وبتاع، مش عاوزين نتكلم ونقول، لكن انا بقوله المره دي انت جاي اخترت الناس اللي انت عايزها، اشتغل بقى واعمل حاجه واتنين، اعمل دوري قوي، احيي مسابقات الناشئين، اعمل اقلب الناشئين، اعمل القاعده، اعمل ملف التحكيم، عندك ثلاث ملفات في غايه الاهميه، المسابقه، القطاع الناشئين، التحكيم، لابد انك انت تصل في هذه الثلاث ملفات بخطوات مهمه جدا، بعد كده الناس تقول يا كويس ده هاني عمل حاجه، حط حاجه لابد الناس بعديها كده تدعي لك بالفضل انك انت يعني انقذتنا من لكن المشهد مرعب بالنسبه لك. النهارده كان في كلمه اتقالت في واقعة المصالحة بتاعت إمام عاشور وفرض الأمن، لما سيادة القاضي قال له ربنا مديك نعمة حافظ عليها،
كانت كلمة جامدة جدا لإمام. طب ما دي ضيعت ناس كتير النعمة دي. اه طبعا لما ما تحافظش عليها. طبعا امال ايه؟ مع كتر النعم انت بتنسى. اه يعني الناس عايشة في نعم، يعني انت عايش في أمن وأمان، ولادك وبتلقى لقمة تاكلها. ها فكر كده واقعد مع نفسك كده وبص حواليك، شوف انت في النعم عاملة ازاي، شوف انت ربنا كرمك حطك في مكان وبتاخد مقابل مادي ما بياخدهوش العالم، استاذ الجامعة، الدكتور، الصحفي، اللي مش عارف مين، الاعلامي، اهم حاجة الصحفي، الاعلامي اللي مش عارف، اقول لك ايه، وبتجري وراك ناس وجمهور وحدود. يبقى اصون النعمة بايه؟ بالشكر. وان انا اتواضع، التواضع رقم واحد واثنين وثلاثة، واذكر دايما ربنا انه حطني في المكان ده، وانه بيختبرني وبيشوفني هروح فين، هصل لفين. فانا عاوزك الكلام ده محتاج لعبتنا، ها تنزل شويه من البرج العالي، تنزل شويه ان هي ايه، تجتهد، تقدم للجمهور. طب الجمهور ما بيروحش يا جماعه المشاط، عاوز نجم، عاوز شوف حد يروح. الناس كانت تروح تتفرج على كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاته، صفدة في حريم، فاروق جعفر، طاهر الشيخ، طه بصري، على ابو جريشه، محمد حازم الله يرحمه، الله يرحمه، ها رضا، ماشي ليه؟ رايح حد بيظبط له المود بتاعه. فين انت؟ نفسنا نبطل كلام، والله العظيم بجد نفسنا نبطل كلام. يبقى في شغلنا فين؟ انا عاوز اشوف مصير الاخر ده، اشوف المتعه والاثاره. بص الصوره دي. ما انا بقول لحضرتك تيجي نعدهم. 85 واحد. 85 واحد. خلاص طيب هرجع تاني اقول لحضرتك حاجه. احنا قلنا ايه واحنا مع بعض هنا قبل كده؟ لازم مش قلنا مش لا مش قلنا ان عندنا فرصه، محتاجين نرجع الجمهور للمدرج، المنتخب تاني. والمنتخب تعمل ايه؟ فين رابطه المنتخب؟ كل الدنيا في العالم عندها رابطه، فين رابطه المنتخب؟ احنا اولويات الاهلي والزمالك. هو قال حاجه على فكره برضو امبارح، هو قال حاجه امبارح في التصريح. مين؟ هو حسام حسن. حسام حسن ارجع بقى العب في الاقاليم بقى. ودي فكره، ليه؟ فكره ممتازه. ليه 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 ما كنا بنشتغل كده؟ يعني احنا خدنا فتره مباراه في اسوان، مباراة بس دي كانت الجهري. انا بكلمك اهو، اسكندريه، في اسماعيليه، في بورسعيد، في السويس، في المحله. ارجع خلاص نرجع. بس في نفس الوقت برضو لابد من التفكير في حل المشكله برضو يا استاذ محمد. يعني ما انا بقولها لك اهو، تذكرتي عملت حاجه نقله في غايه الاهميه. في نفس الكلام ده انا بقول لك اهو، لابد من البحث والتفكير في ان انا احل المعضله، بان انا استدعي الجمهور، الاسر، واستدعي شباب مدارس، واستدعي الجامعات، واعمل باكج للناس دي وارغبها. يا جماعه الجمهور هو رقم واحد بالنسبه لنا، هو الوحيد اللي انت بتبيع له البضاعه، فلما تبيعه لازم تحترمه وتعامله كويس، ها، وتقدم له كل سبل الراحه. هيجي لك هيشعر انك تقلل منه وان هو جاي كده لا هو مش جاي، هو جاي بيتفسح. فانت جاي ايه؟ شوف انت عامل التكلفه اللي هو جاي بالتنقل بيها ازاي، وجاي ومعاه اصوليته، شوف مصاريفه ازاي. انت لازم تعمل له حاجه يحسسه ان هو ليه قيمه عندك، وان هو بالنسبه لك رقم واحد، الجمهور هو رقم واحد في المعادله. بدليل احنا ما حسيناش بقيمه مسابقه الدوري غير في ماتشين الاهلي وبيراميدز، لما الجمهور جه واتفتحت المساله ويبقى في شكل في الملعب. شفنا عظمه الجمهور في النهائي في السوبر الافريقي، وفي في بطوله السوبر المصري في الامارات، وشفنا في ماتش الاهلي واحده من اروع المشاهد الرائعه، الاهلي والعين. الاهلي والعين. يعني عاوز اقول لك احنا يعني عندنا الفرصه وعندنا الامكانيات وعندنا القدره، حتى نخليها الخمس ست سبع ماتشات الكبار تتفتح فيهم المدرجات، وتبقى اسعار التذاكر في المتناول للناس وللشباب وللجمهور، لان هم اللي بيروحوا الماتشات. اتمنى الحدوته دي تبقى في الاعتبار برضه. هكمل مع الاستاذ محمود صبري، ولازم اتكلم معاه في ثلاث نقاط مهمين جدا، وهم من الحاجات اللي لازم نتكلم فيها، الشحات والشيبي واللي حصل، وخالد عبد الفتاح ومروان واللي حصل، وكهربا وانتهاء ازمته بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم بعد الفاصل، واكمل مع الاستاذ محمود صبري.
استاذ محمود امامه خلص مشكلته خلاص ودرس ودرس مهم جدا، وعلى حسب معلمته ان هو قال لك خلاص انا بالي راق افوق ارجع بقى يبقى كل تركيزي في حته واحده وهو الملعب بقى خلاص. نتمنى ذلك. اتنين الشيبي والشحات وبدون مقدمات انتهت الازمه. انتهت الازمه بعد ما بعد ايه؟ بعد ما الناس بعدت كده، يعني ايه حدوته بتاكد لك انه كان في ناس حوالين شحن وضغط ولا ونعمل ونسوي وموضوع تحول حتى دخل واصبح صراع في المدرجات. ودي كانت صدمه ومفاجاه كبيره جدا للكثيرين انه منتسبي نادي الزمالك بيحيوا الشيبي على الموقف في تصرف غريب وغير مقنع، حتى لو من طريق البعض فسرها بانها مكيده مش مكيده. ده امر على فكره يعني غير متوقع على الاطلاق. مش هقول لك انه ده من المغرب ومن مصر، مش هدخلك انا في الحدوته دي، لكن مش الهدف انك انت عاوز تنال من حسين فتحاول تركب عليه. طيب لو كانت لوائح اتحاد الكوره وقتها بتقول ايقاف حسين الشحات 20 مباراه وغرامه كذا، كان النادي الاهلي هيوافق، ما كانش النادي الاهلي اعترض، بدليل ان النادي الاهلي كانت عقوباته اقوى من عقوبه اللائحه. لم يتدخل الاهلي في وضع اللائحه، لم يتدخل الاهلي في ان هو يقلل، لا الاهلي عجبوا الموقف ولا حد قال لك احنا مؤيدين. ونلعب نفسه طلع اعتذر مره واثنين وثلاثه ولم نفسه، خلاص ايه المطلوب؟ اتمنى الموضوع ينتهي ويتدخل الاصدقاء والقريبين في انه الموضوع ينتهي كمان ايه قضائيا خلاص، يعني حدوته خلاص هو ياخد اجراءاته يعني بقى يعني إيه. اعتقد كده طيب. وننهي المساله أيوة. ونخش بقى بقول نرجع تاني نقول لك نخش ايه نخليها فين؟ نخليها كوره في الملعب بس مش عاوزين اكتر من كده. تعبنا على فكره والله، احنا الوحيدين عندنا على فكره عندنا شويه يعني حاجات كده وصراعات يعني جمال جدا ممكن ندخل بها موسوعه الارقام يعني في العالم كده في الفتره اللي جايه كهرباء وفي نفس الوقت هو كمان بيقول لك خلاص انا بالي رايق، انتهت الازمه بلا رجعه ونهائيا ازمتي مع الزمالك النهارده. مسدد الزمالك اعلن في بيان رسمي انه خلاص الموضوع انتهى وقفل وخلاص. وده ربما يكون يعني مش مقصود ان هو ما يدفعش لا ممكن يكون الظروف حصل، لكن الراجل خلاص ده خلص الموضوع وانهى بصوره بسيطه وانتهى يا جماعه وخلاص وشكرا. كهربا يلعب يوم الجمعه خلاص، ما انا بقول لك يعني عاوز يلعب. اتمنى ان هو يبقى موجود، يعني اتمنى موجود ان هو يبقى موجود. مش عايزه تطلع من بقك هنا؟ لا اتمنى اتمنى ان هو يبقى موجود ان شاء الله. هو هيبقى موجود على الدكه، بس اتمنى يبقى موجود في الملعب. دي حدوته ترجع ليه. هو كهربا لعب سنتين عامل فيهم كام بطوله؟ لا وكان هداف الاهلي. ما انا بقول لك اهو لعب سنتين. طيب هو يتذكر ايه في السنتين المفروض؟ الدعم الكبير جدا من الاداره الفنيه وبتاع. طب حلو كده. هداف الاهلي طيب. في افريقيا وفي الدوري. انا بقول لك اهو. طيب لما جه في الفتره الاخرانيه وبدا يعني انت الثالث لا انت الرابع، بدا ياخد امسك ورقه وقلم وراجع حجم الفرص اللي اهدرها بغرابه شديده في المباريات. لو كان كولر من مدربين تصفيه الحسابات في ماتشات كان ممكن ما لعبوش تاني. لكن ايه كولر على فكره الراجل ما بيديش فرصه لحد يخليه ينفعل ولا يقلل من اللعب بتاعه، لا بيبص بعينيه بس، لكن بيسجل المشهد عامل ازاي. اذا لم يقدم كهربا نفسه بصوره افضل مما سبق ويعيد ما حدث من سنتين كمهاجم قوي كلاعب قوي كلاعب مميز يحافظ على نفسه الالتزام يجود يستعيد مكانه يبقى عنده شراسه هجوميه يبقى الناس تخاف منه لا المدافعين في الملعب هيساعده ازاي كولر؟ يعني هياخده ويحطه قدام المرمى ويخد حتى جابها جول؟ اذا انت ما ساعدتنيش كلاعب مميز وعندك فرصه تعيد نفسك للمشهد بصوره او اخرى هعمل لك ايه؟ المساعده تيجي منين يا ناس؟ التزام في التدريبات، التزام بالتعليمات، اجتهد وربنا هو الموفق سبحانه وتعالى. اكيد يعني انت مساله التوفيق ده مش بتاعتي ولا بتاعتك، انت تعمل اللي عليك والتوفيق من عند الله. فاتمنى انه الموضوع خلاص انتهى والغرامه، اتمنى انه هو يركز في الملعب ويرد على كل من انتقدوه وكل من حاول يقلل منه خلاص انتهى وانه مش عارف ايه، يرد الكلام ده فين؟ في الملعب. داعم قوي لفريقه في بطوله افريقيا وفي مسابقه الدوري ان شاء الله. خالد عبد الفتاح ومروان حمدي، ده موقف عفوي انت حضرتك شايفه عفوي وما كانش مقصود منه حاجه، ولا انت قريت المشهد ده ازاي؟ ده بقت قضيه راي عام. ايوه بس انت شايفه معمول بعفويه. النادي الاهلي حمى لاعبه، النادي الاهلي
بالخبر اللي نزل اعتذار ده اللي هو كل حاجه تنزل يقول لك بيان اعتذر على حمام من نفسه ومن الجمهور. ما في بعض الناس بيقول لك انتوا بتخلوه بيعتذر على ايه؟ ده بيهني صديق، انت بتخليه يعتذر عن تهنئه صديق. انا بقول لك كل الاراء. ما انا بكلمك اهو مع كامل احترامي، على ما يبدو ان هو نسي الموقف اللي حصل اللي هو كان نفسه تعرض فيه للطرد يوم 22. انا بكلمك يوم 22/7. انا بسالك سؤال، انا عاوزك تضع نفسك مكان لاعب، اللاعب المطرود من المصري لسوء سلوكه، لاعب منفلت ما اقدم عليه بسب جماهير الاهلي حتى لا لم يصدر بحقه اي عقوبه. لو كان الكلام ده صدر من حد من النادي الاهلي بقولها لك اهو عشان تعرف ان قطه الاهلي جمل، لو كان صدر من احد لاعبي الاهلي سب مثلا بهذه الصوره اي جمهور من الجماهير الانديه كان تم اعدامه وخلاص انتهى مستقبله الكروي. خالد على ما يبدو انه نسي انه في ازمه وفي مشكله وراجل تربطه بعلاقه فعمل الكلام ده. تم لفت نظر لي انه كلام المزاد بدليل انه الناس عملت منها قصه، وفي ناس اللي هي بتدعينا وتعلمنا في الاخلاق والرياضيه وبتاع عملت قصص وصفحات وحوارات ونجوم نجوم عاليه جدا. ده حاجه جديده احنا اول مره نشوفها. بدليل يقول لك يا اخي ما هو يعني هو ده يعني غلط شتم جمهور الاهلي، ما هو امام عاشور قبل كده شتم وما خلاش. أيوة. طيب عاوز اسال سؤال في الموضوع ده البايخ اللي ملوش لازم. امام عاشور لما اقدم وهو في صفوف نادي الزمالك على سب اداره الاهلي وجماهيره في المشهد اللي احنا كنا، هل لما صدر الموضوع ده اما تسريبه مجلس اداره نادي الزمالك اتخذ قرار عقوبه ضده؟ هنا مناط النقطه، يجد البعض متعه وانتصار شخصي ونفسي في سب الاهلي وجماهيره، يجد البعض متعه وبحييك وبربط على ايدك كل ما تنال من النادي الاهلي ورموزه وتشويه انا بحييك وبدعمك. لم الحظ على مدار الفتره. هل دي شطاره؟ انا بكلمك انت بتلوم الاهلي على انه اتشتم، انت لما انت شتم ابنك شتم الناس اللي جنبك، انت خدت موقف من ابنك؟ لا. يبقى انت عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجب. خلاص المناط فينا هنا ايه؟ انت هنا عاجبك المشهد انه ده سب فانت بتحييه على انك انت شتمت الاهلي يا اخي او ايوه كده. متعنا بقى بالكلام الحلو والجميل ده. انت جيت كمجلس اداره وانا نادي الزمالك وقتها جاء عاقب مره مثلا كابتن شيكابالا لما فعل مع جمهور الزمالك وعمل جه نادي الزمالك قال له عيب ما يصحش ما تدخلش نفسك في موقف. شفت النادي الاهلي عيب من عنده صدر منه تجاه اي جمهور سابه كده ولا عاقبه؟ بيعاقبه بيقطع رقبته ما بيسيبهوش. هو ده الفرق بين الاهلي وبين اي حد يا استاذ محمد. انت جاي دلوقتي بدل ما انا اقول لك انت ازاي سبته يشتم ويعمل الكلام ده تاخد قرار ايقاف انت من عندك من ناحيتك نفسك انت كمسؤول وكنادي عاجبك انه لكن هو متعك وعاجبك عشان يرضي طموحك وغرورك في سب الاهلي والتشويه ليه. ما يتعرض له الاهلي ورموزه وتاريخه في فتره العشر سنين اللي فاتوا مرعب. وانا مش عارف انا مش عاوز اقول لك بامانه شديده لا انت انشئت برامج لمصلحه مين؟ ما انا بكلمك لمصلحه ان انا مش عارف اكسبك في الملعب، مش عارف احطمك في الملعب، مش عارف اخد منك بطوله، هضطر ان انا اعمل لك ايه؟ سؤال بس انا هضطر. ها الناجح يسب؟ الناجح يسب هنا. ما انا مش عارف اكسبك في الملعب، فطلعت ما كسبتكش في الملعب بصوره او باخرى ما اقدرش انتصر عليك، فهضطر انتصر عليك في الشاشات في البرامج اشويك اقلل منك او ما عند مش عارف ايه. لا 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 انت عاوز تقارن زيزو بفلان؟ لا يمكن، مفيش مقارنه. ده في حته، ده في حته، ده كلام ايه؟ كلام غريب، كلام ما يصحش، كلام احاول ان انا بطولاتك تحت بند الكلام اللي بيتقال بطولات حرام، بطولات كلام فاضي اللي هو ملوش لازمه. ها ماشي خليها بطولات كلها حرام. الحياه كلها حرام. عاوز اقول لك ايه؟ كلام غريب يضحك، مفيش على ارض الواقع وعلى المنطق. يعني انا حزين في كل الناس بتتكلم يقول لك ايه؟ ما هو شتم الكابتن حسن حمدي، ما هو شتم يا حبيبي. عيب يا بابا، ده انت وقفت على الخط بالشبشب وثبت الدين للحكام. ما تكلمناش انت على المبادئ ولا الاخلاق ولا القيم، الاول بص في نفسك. وانا اتمنى مالكش ما يعني ما بلاش ما تتكلمش عن الاهلي، شوف نفسك مين هيتابعك. ما تتكلمش على الاهلي ولا تتابعه، شوف مين هيتابعك. لكن المشهد ايه لما انا اجتزئ الجزء الموضوع يا استاذ محمد واسيب انه خطا امام عاشور من الاساس هو مجموعه اللعيبه اللي كانوا معاه وسبوه من النادي الاهلي، كنت وقتها اتمنى ايه؟ اتمنى انه يبقى في قرار بانه العقاب يبقى من مين؟ لكن لانه البعض او الغالبيه بيروا في هذه المساله وسب الاهلي وجماهيره انه ده متعه بالنسبه له، هو ده انتصار. ها؟ مفيش حد بيقول عيب، لكن انا عاوزك تقلب المشهد وهات ها
انه حد من النادي الاهلي او من منتسبيه يتصرف فلان. ده ايمن رشدي النجم التاريخي للاهلي في الفولي طبعا اتشطب في ماتش شهير للزمالك، ما كانش اعتقد طرف فيه، اتشطب نزل تفاعل مع الجمهور في حضور رئيس النادي. كان هناك اجتماع بعد المجلس بعد المباراه وقتها على ما اعتقد كان مباراه باسكت، ها وقتها اجتماع تاريخي بشطب اللاعب. شطب ايه؟ وكانت مفاجاه من المفاجات والدنيا في النادي اتقلبت على ايه؟ على مشهد وعلى تفاعل لم يعجب الكابتن حسن حمدي وقتها وكان رئيس النادي الاهلي. يعني انا عاوز اقول لك ايه؟ لو كل واحد فينا حرص على حمايه الاخلاق وحمايه الالتزام والعلاقات وان هي تاخد في الاطار الطبيعي انها رياضه ومنافسه فقط من اجل امتاع الناس والتخفيف عن ضغوطهم، والله الموضوع يا جماعه ما اكبر من كده. شوف سنين عمرك دي كلها انت اللي حضرتك قضيتها في الصحافه وتابعت ورؤساء انديه كتير جدا، يعني هل كابتن حسن حمدي كشخصيه اداريه كرويه لن يعوض؟ لن يعوض طبعا. لن يعوض؟ لا 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 لا. حسن حمدي من افضل الناس اللي ادارت النادي الاهلي لانه اكتسب خبرات 12 سنه سامي صح؟ اكتسب خبرات من السابقين. اه طبعا. يعني اكتسب خبرات من كابتن صالح رحمه الله عليه وصالح سليم نفسه رحمه الله متواضع عليها، كان يقول لك استاذ التتش اللي انا اتعلمت منه وده يقول لك انا اتعلمت من كانوا بيسلموا بعض. انا بكلمك بيسلموا بعض بيسلموا بعض. والكابتن الخطيب اتعلم من كابتن حسن حمدي ها ها، ومحمود طاهر ربنا يدي الصحه اتعلم من حسن وتعلم من صالح لما كان. انا عاوز اقول لك ايه؟ ناس ايه حرصت على ايه؟ حرصت يا اخي على العلاقه يا اخي. كان دايما يا اخي في تزاور ما بين مجلسين الادارات الناديين، المهندس ممدوح عباس وكابتن حسن، وده يروح وده يجي وفي ود. ما كانش شايف المشهد ده احنا شايفينه، ده مشهد مرعب ومشهد على فكره منهك للاعصاب. وانا شايف ان العمليه ما تستاهلش كل اللي احنا بنعمله في بعض. يعني انا كنت اتمنى ما فيش حد طلع يعني قال لام مثلا نادي الزمالك وادارته انه لما حصل من امام والناس دي كان موقف، لما حصل من فلان وفلان موقف برضه تصرف كان المفروض انت تعاقب عشان تدي مبرر للطرف الثاني ان هو ياخد موقف. لكن مسكنا في حدوته ايه؟ انه امام الاهلي جابه. طلع امام في الحوار خلص الحدوته كلها وقال لك لا في كوبري ولا اعرف الكوبري، وانا رجعت لبيتي قعدت شهر بقول لهم يا جماعه خدوني معاكم، قال لك روح ادفع الفلوس وتعالى ها. وفي الاخر طلعت الحدوته ايه؟ بعد ما قال الجملتين دول قال لك يعني كنت عامله ستاند باي، يلا اكون عامل ستاند باي. ماشي يا عم شكرا خلاص ماشي، كل حدوته ستاند باي احنا ايه ناخدها. طيب ايه التقييم المنطقي في الموضوع؟ ايه التحليل الموضوعي والهدف بعيد عن التعصب والكلام ده؟ ايه النتيجه اللي وصلنا لها؟ مننا محاولات دلوقتي كل ملاعب. طب ليه جماهير الاهلي ما عملناش موقف مع احمد حمدي؟ احمد حمدي فين؟ نشأ فين؟ نادي الاهلي. ناصر ماهر فين؟ نادي الاهلي. عبد الله السعيد شهاده نجوميته فين؟ نادي الاهلي. طب ليه جماهير الاهلي واللي معاه ما بيطلعوش كل يوم يعملوا عنهم فيديوهات وافلام وقصص وحواديت وتشبيه؟ ليه الاصرار على انك انت عاوز تحطم امام وتنال منه وتقلل منه وبتاعه، وهو راجل قال لك ان انا جيت لك انت ما رضيتش بيا؟ يعني انت من وجهه نظرك اللي بيحصل في امام ده متعمد؟ متعمد طبعا وهيستمر. وعاوزك لو انت وديك راجل اهو مذيع ومطلع وشايف، امسك ورقه وقلم واقعد بعد برامج لمده اسبوع شوف بيتقال عنه اخبار قد ايه. يعني ده مقصود ومنهج يعني للتحطيم المعنوي والتشويه وبتاعه والكلام. قدره اللاعب والبيئه اللي هو محيط بيها انه تركيزه في الملعب وانه يبتعد على الكلام والنصائح اللي بتتقال له من الاكبر منه، اذا ما استمعهاش هو لا يدفع الثمن، هيبقى عمره قصير، هيبقى عمره قصير في الملاعب. ودي فاتوره دفعها واحد زي ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد من اللعيبه اللي كانت تعدهم في موهبه اللعيبه المدافعين المميزين في تاريخ مصر، ولكن لم يستمع وقتها النصائح كان بامكانه يبقى مش نمبر 1، كان يبقى حاجه كبيره جدا. لكن مع الاختلاف أنا عندي يومين لغايه دلوقتي ابراهيم سعيد، امبارح عصام الحضري كان قاعد مكان حضرتك وقال لي، قال لي من اللعيبه اللي مش تيجي زي التاني ابدا. انا بقول لك ابراهيم سعيد، بقول لك حضرتك النهارده بتقول لي ابراهيم سعيد. لا لا انا شاهد انا يعني على تاريخ ابراهيم بقول لك لعيب كان حاجه تقول لك انه في حاجه جايه هتبقى حاجه بوه. لكن حاجه سبحان الله يعني تعرض لمحنه وتعرض ودي ابتلاءات ودي ما تعرفش تصرفها ايه. لكن عاوز اقول لك اللاعب اذا لم ياخد من العظه والعبر من سابقيه ها، وانه انك انت دلوقتي تقول لي انا نفسي في لاعب يبقى محافظ على مستواه مكسر الدنيا على الصعيد المحلي والدولي، قليل ما فيش. ممكن يبقى على الصعيد المحلي اداؤه مرعب، على الصعيد الدولي الاداء مش بالصوره اللي انت عايزها. يعني انا ما اقدرش احط يعني اتمنى احنا ننقى بنفسنا عن جزئيه مقارنه فلان بفلان. انا عاوز كل واحد بس يقول لي يقدمني انت شايف فلان ده ازاي؟
هيفيد ازاي؟ هنعمل فيه؟ هنروح فين؟ منتخب مصر ده محتاج حمايه طبعا، محتاج حمايه، محتاج طبع. شغل، محتاج حسام حسن يقول والله اتحاد الكره اللي جاي انا طالب عاوز اعمل مجموعه من اللقاءات عشان عاوز ابين نفسي، عاوز العب منتخبات كبيره، عاوز العب انتقل لمرحله من مرحله الصعود الى مرحله البناء والاستعداد. طب انت شايف ان هيحصل توافق بسرعه؟ لازم يحصل توافق. من مين؟ انا بكلمك اهو. من مين؟ من كابتن حسام وبين المهندس هاني ابو ريد. ايوه كده. وبص اذا لم تتخلى ونترك انا اهو الصراعات الشخصيه او الخلافات او الاختلافات في وجهات النظر جانبا، خلينا زي ما احنا هنقطع الصراع ونرجع لورا ونقعد ندور على مدرب اجنبي ونجيب مش عارف مين. انت عندك فرصه، ركز. عايز ايه يا حسام؟ عايز واحد، انا هعمل لك واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا واعتقد من الذكاء وهاني بريده من الشخصيات الفاهمة والواعية طبعا، هيفكر 100 مرة 50 مرة 60 مرة ولا هيعني الكلام ده. انا بقولها لك اهو، عقله كبير وموزون، هيترك المساحة للاخر ويشوف ويدعم الفرصة لانه يعني ده ايه برضه هيبقى اضافة لي. انت داخل الوقت مش هيسعفك، انت خلاص عندك صعات، تفكر بقى في الفتره الجايه تعد ازاي، لان عندك انت تصفيات كاس عالم الاهم، ماتشين في غايه الاهميه، ماتشين مع اثيوبيا، انا بكلمك ماتشين خلصناهم خلاص، يبقى احنا ايه وصعدنا، صعدنا خلاص رسميا الحمد لله باذن الله تعالى. شكرا. بعد كده ايه اولي ربك مرحله بناء بقى المنتخب، صح، اختيار العناصر، اختيار اللعيبه، استعد لكاس الامم. انا بكلمك اهو استعد لكاس الامم. ايوه من عاوز استعداد، استعد لكاس الامم مع ايه المستوى الاول بقى عشان ابين نفسي واقف على رجليا ولا لا، اطور ازاي اللي انا محتاجه الكلام ده كله. اثناء لقائي من شويه مع الكابتن اسلام الشاطر، لو زي ما تابعتوني حضراتكم، كان كابتن اسلام اتكلمنا ان هو قال لي ان الموقع بتاع اتحاد شمال افريقيا كتب ان المغرب صعدت مباشره. منذ قليل زمايلي دخلوا على الصفحه لقوا ان اتحاد شمال افريقيا، واضح ان هم كانوا متابعين الحوار معايا انا وكابتن اسلام، شالوها لان المغرب لم تصعد رسميا، واتشالت الموضوع. المنتخب المغربي يتاهل لنهائي كاس الامم الافريقيه تحت 20 سنه. دي اللي كانت موجودة. دي اللي كانت دي اللي كانت موجودة اللي كانت موجودة. بالنسبة لي منتخب 20 سنة اللي هو اللي بيتدربوا ميكالي. ميكالي دي احنا محتاجين حاجتين، نكسب تونس يوم 26 وعايزين الناحية التانية زي النهاردة يعني يوم 26. بحيي برضو يعني الكاس ولعبته النهارده، فوز ريمونتادا كله بشق الانفس، كله في الدقيقة 90. ما انا بكلمك كله في الدقيقة 90. ما انا بكلمك القاعدة يا استاذ محمد، انا بقول القاعدة يا استاذ محمد. استاذ محمد اساسيات لعب الكرة ايه؟ باص. انا مش عارفين باص ها؟ سلم واستلم يعني ها؟ محتاجين شغل. سلم لا لا لا، محتاجين شغل ايه؟ بضمير والله، والله العظيم. انت موافق ان ميكالي يكمل؟ بأمانة شديدة؟ ايوه. لا ومن البداية على أساس مع كامل احترامي دي أنا كنت ممكن أتعاقد مع مدرب بحجم أيمن الرمادي وأدي له فرصة. اتفضل. أشكرك على حضورك. الله يخليك. شكرا لك أستاذ محمود صبري الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام، أنا بشكرك على حضورك. أنا مبسوط جدا في وجود حضرتك معايا. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من الهدف، نشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. تصبحوا على خير.